في منطقة تركلي ديشتا دلر اللي هي في جيفا، تبعد عن المركز تقريبا 20 دقيقة. الميزة انه احنا في طريق البحيرة السوداء اللي تبعد من هنا تقريبا 15 دقيقة فوق الجبل. احنا اختيارنا للمنطقة هذه انكم تعيشوا الحياة الريفية. فزي ما انت شايفين الان بدينا في الاكواخ الحمد لله على مساحات تقريبا 450 متر. انت راح تشتري ارض مساحتها 450 متر، ارض سكنية تقدر تحط عليها زي ما انت شايف الكوخ هذا اللي هو عبارة عن 110 متر تقريبا. الاطلالة ما شاء الله زي ما انت شايفين احنا رتبناها وزبطناها، وعندنا اللي هو البروشور الخاص بالمشروع اللي يبغى ممكن نرسله هو عن طريق الواتساب. الان مع بعض خلونا نشوف الكوخ هذا اللي هو على وشك التسليم والانتهاء. طبعا زي ما قلت الاطلالات جدا مميزة، الشباب شغالين يعطيهم العافية. الان نشوف اول كوخ، تعالوا مع بعض شوفوا ما شاء الله. طبعا زي ما قلت الدور الواحد عبارة عن 55 متر، عندنا غرفة وصالة وحمام ومطبخ، مطبخ مشترك. اول ما ندخل شوفوا، طبعا المدخل راح يكون عندنا مدخل خلفي ومدخل امامي ايضا وتراس كبير. هذه الغرفة الاولى، هذه غرفة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، وتطلع منها على التراس اللي لسه طبعا ما عملوه على الاطلالة الجميلة. عندنا نسبة ميلان خفيفة في الارض وهذه معطية شكل جميل جدا. طبعا هذا كله راح يتكفل، عندنا الباب هذا اللي راح يدخل على الغرفة. طبعا راح ارسل لكم اللي يبغى التفاصيل ممكن ارسل له التقسيمات الموجودة. هنا الان عندنا صالة ما شاء الله، مساحة الصالة كبيرة وتطلع من هنا للدور الثاني. طبعا احنا ايش سوينا في مشروعنا هذا؟ ما اخذناها مثلث بالكامل، اول شيء اخذنا الجدران 2.70 ومن ثم دخلنا في اللي هو المثلث. هنا زي ما انت شايفين الصالة ما شاء الله الصالة كبيرة 24 متر تقريبا. عندنا هنا تراس جميل على الإطلالة الحلوة هذه ما شاء الله تبارك الله. زي ما انت شايفين الميزة ايضا مسجد هنا تقريبا ولا 200 متر. عندنا ايضا المياه اللي تيجي من فوق من الجبال اللي هي مياه الثلوج برضو موجودة. اهل القرية هنا كلهم رعاة، يعني عندك الحليب، الزبدة، الاشياء كلها اشياء طبيعية، البيض، الدجاج ممكن يكون كله طبيعي ناخذها من اهل القرية. فانت الفكرة هنا ايش؟ فكرة الاكواخ انك تشتري كوخ وتستثمر فيه. كيف استثمر في الكوخ؟ تشتري الكوخ هذا، احنا نجهزه ونظبطه ونرتبه ونعطيك الصك، بعد كذا تسلمها لنا لشركة رحال للسياحة بحيث نشغل لك الكوخ هذا، نشغله بالتأجير السياحي للسياح. الآن نطلع مع بعض، طبعا عندنا هنا قسم الحمام راح تشوفوه أيضا. نطلع الآن للتراس اللي هو فوق أو الدور اللي فوق اللي فيها غرفة النوم الرئيسية مع حمام وراح يكون فيها جاكوزي. طيب نقول بسم الله. طلعنا الآن زي ما انتم شايفين هنا عندنا مساحة ما شاء الله واسعة وكبيرة، غرفة النوم تقريبا برضو 24 متر. هنا مكان الحمام وانتم بكرامة، وراح يكون في جاكوزي، هنا تحطوا السرير، وهنا عندنا متر تقريبا بلكونة على الإطلالة الجميلة هذه ما شاء الله تبارك الله. راح يكون هذه الواجهة كلها قزاز بحيث انك تكسب الإطلالة من هنا، وما شاء الله واضح الجار اللي عنده ما شاء الله البقر. فراح يكون ايضا هنا في بوابة من هنا راح تطلع مباشرة على التراس. عندنا تراس ما شاء الله تبارك الله بمساحة 25 متر وأيضا إطلالة قوية جدا. تفاصيل دائما موجودة أسفل الفيديو، ممكن تتواصلوا معنا وتحصلوا على التفاصيل. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.